في الحمد لله في الاول كان هو خايف من الحرب ومن الامور هذه كلها، بس ابتدى عندي صارت تغذيه راجعه، فقلنا لحالهم اثبت النقطه هذه انه ما بيهمنا مدارس، ما بيهمنا اي قصف، والدليل على ذلك لو في معاه طباشوره مش كمان قلم بيبتدي يكتب الاحرف، بيبتدي يكتب كلمات. هذا واحد. اثنين، عندنا اطفال كثير ابتدوا يكتبوا قصائد من تاليفهم هم وقصائد صحيحه الحمد لله. ثاني شيء هم نفسهم، يا انتي طب لما نرجع الشمال، قلت لهم مش هنقف لحالنا، لو هنقعد في خيمه ونعلم بعض من اول وجديد مش شرط يا انتي المدرسه، احنا طول ما احنا موجودين احنا اللي بنبني المدارس، احنا اللي بنبني الامه، احنا اللي بنبني الاجيال من اول وجديد. طبعا هذا الشعور صعب، ان فقدنا كثير حاجات كثير يعني في الشمال، في مدرستنا فقدناها، درسيده كلهم فقدناهم، كلهم استشهدوا، اربع طوابق نزلت يعني عليهم، ولحديت الان تو اجانا خبر عمتي ولادها استشهدوا. يعني الحمد لله على فضل ربنا. طبعا نحن في مدرسه القدس كنا يعني عن جد هيك وهيك، لكن لما انفتحوا مشروع القراءه عن جد عن جد شجعتنا.